المستقبل الذي لا يتضمن المواطنة وسيادة القانون والتبادل السلمي للسلطة لم يعد يقبل به أحد، فالشعوب باتت قادرة على إسقاط الاستبداد بكل مستوياته وأنواعه. هكذا هتفت صاحبة نوبل للسلام، وهتف ابن تونس: إننا أمة لن تموت، وعلينا مواصلة النضال لمواجهة هذه الأنظمة السياسية الفاسدة. مشاهدينا، في مؤتمر عرب المستقبل الذي انتظم تحت لافتة من أمة رعايا إلى أمة مواطنين، ويقيمه المجلس العربي بمدينة اسطنبول لبحث معالم رؤية جديدة لعرب المستقبل بمشاركة أكثر من 350 مشاركاً من مختلف الدول العربية، خطوة واقعية على طريق حالم، ومشروع يحمل في طياته أفقاً جديداً وموقفاً عربياً مشتركاً للأصوات الحرة واليقظة، ليؤسس لإعلان جديد من أجل الانتقال من وضعية شعوب من الرعايا إلى شعوب من المواطنين. ماذا نفعل يا أمم الشرق؟ من أمة رعايا إلى أمة مواطنين، عنوان اختزل الحلم بتكثيف اللحظة ووجع العربي. تحت هذا الشعار التقى هؤلاء من دول عربية غازلها حلم التغيير، اجتمعوا هنا تحت سقف اللحظة الحرجة ليعملوا النظر في واقع مجتمعاتهم في هذه الفارقة من التاريخ، ويقدموا رؤية موحدة للخروج من نفقه المظلم. المؤتمر العربي الأول من نوعه نظمه المجلس العربي في مدينة اسطنبول، المدينة التي اتسعت لهم حين ضاقت عن رحابتهم كل العواصم والمدن العربية. اجتماعنا اليوم في هذه المدينة العظيمة التي تستضيفنا لأننا لم نجد مدينة عربية واحدة نجتمع فيها كلنا بحرية وأمان ليس صدفة. الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي والناشطة العالمية توكل كرمان والسياسي المصري المعروف أيمن نور وثلة من المشاركين في المؤتمر، بالإضافة إلى سياسيين ومفكرين وباحثين من مختلف الدول العربية. بعد 8 سنوات من الربيع العربي، هدف المؤتمر لوضع خطوط عريضة لمعالم طريق العرب نحو المستقبل. في هذه اللحظة التي يموت فيها العرب جوعاً، وهي ليست الميتة الوحيدة التي تحيط بهم. أريد أن تتذكروا الصورة التي تدق جرس الإنذار بأن معاناة جزء من شعبنا وصلت حد موت أطفالنا جوعاً، وأن الأمر قد لا يكون حدثاً طارئاً، وإنما نذير شؤم بما قد يكون غداً. جهود فكرية وبحثية يحاول فيها مجموعة من المؤمنين بالديمقراطية بحث سبل أخرى غير تلك التي أثبتت فشلها، وتقديم رؤى جديدة بإمكانها إحداث فارق في المجتمعات العربية، سواء تلك التي وصلها الربيع العربي أو الدول الأخرى. ظرف حساس بالنسبة للشعوب العربية، لا سيما مع انتفاضة الشعبين الجزائري والسوداني، بعد أن كان أرباب الثورات المضادة يحسبون أنهم تمكنوا من تشويه مفاهيم الحرية والتغيير لدى المواطن العربي بعدما آلت إليه الأوضاع في بعض البلدان. نحن هنا اليوم في هذا المؤتمر لنؤكد إيماننا الثابت واعتقادنا المطلق بأن الشعب وحده صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها عبر انتخابات حرة، ومع ذلك فهو ضرب من ضروب اغتصاب السلطة، ومن الخزي والعار والقبح أن يستمر في عالم اليوم. إنه عصر الشعوب، هذا ما تقوله اللحظة العربية الراهنة رغم كل المحاولات من أمراء مشاريع الاستبداد وما يوازيها من محاولات تعطيل عجلة التغيير، لكنها ليست سوى الزفرات الأخيرة لمشاريع الملوك والرعايا، وإذانا ببدء حقبة جديدة عنوانها الديمقراطية والمواطنة المتساوية. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الاستثنائية من المساء اليمني، ضيفنا فيها صوت قوي وجريح، صوت عاش تجربة المنفى والمعتقل، عاش تجربة الثورة والسلطة، الحكم والديمقراطية، فخرج بهذا النسق الإنساني. كتب عنه: إنه أول رئيس في العالم العربي يأتي إلى سدة الحكم ديمقراطيا ويسلم السلطة إلى منافسه ديمقراطيا أيضا. وزعيم ثوري وقائد سياسي لديه العديد من المؤلفات في الفكر والسياسة والحرية. إنه الدكتور محمد المنصف المرزوقي، الرئيس السابق للجمهورية التونسية ورئيس المجلس العربي، الذي ينتظم تحت لافتته هذا المؤتمر الموسوم بعرب المستقبل
من أمة رعايا إلى أمة مواطنين. أهلا بك ضيفا عزيزا ومفكرا عربيا ومناضلا إنسانيا ورئيسا عربيا ساقته نضالاته إلى كرسي الحكم وغادرها استجابة لإيمانه بقيم الحرية والديمقراطية وبحق الشعوب. مرحبا بك. شكرا. إذن دكتور، لماذا هذا المؤتمر؟ ما هي أهدافه أو الخطوط العريضة لهذا الملتقى؟ خليني أولا أتوجه برسالة محبة وتعاطف لشعبنا اليمن واعتذار، لأنه نفعل ما نستطيع. احنا كنا في نيويورك، انا كنت والاخت توكل كرمال في نيويورك منذ بضعة ايام، مع جملة من الحائزات على جائزة نوبل، في اطار الضغط واطار التعريف، لانه في الوقت الحاضر كل ما نستطيع ان نفعله نحن في المعارضات العربية بما انه لسنا اصحاب قرار هو التعريف والإدانة وال الضغط في كل مكان، وان شاء الله نحاول ما نستطيع حتى نخفف من آلام نعرف كم هي رهيبة وكم هي موجعة وكم هي منتشرة، ونحن نتعذب من بعيد لما نرى هذه الصور. وإن شاء الله تنتهي، لابد أن تنتهي، كل محنة لابد أن تنتهي، كل حرب تنتهي، كل محنة تنتهي، وسأكون أسعد الناس بأن أزور اليمن السعيد، وأنا أجده حقا يمنا سعيدا، وهو يستاهل كل خير إن شاء الله، لأنه هو منبع الأمة وهو مصدر فخر كبير لنا. فيما يخص سؤالك، احنا الان في مرحله جديده من الربيع العربي. جاءت الموجه الاولى التي بدات في تونس ثم ليبيا ثم اليمن ثم سوريا ثم مصر بطبيعه الحال، وهذه الموجه تمددت من 2011 حتى 2013. الثوره المضاده، كل هذه النخبه التي سلب منها الحكم بدعم من النظام الاستبدادي العربي الممثل بالاساس في دوله الامارات، نظم صفوفه لاستعادة المواقعه، فصارت الثورة المضادة، ومن جملتها الثورة المضادة صفيت بالحرب في اليمن، بالحرب الأهلية أيضا في ليبيا، بالحرب في سوريا، صفيت بالانقلاب في مصر، ثم صفيت حتى بالإعلام الفاسد والمال الفاسد في تونس، فبدأ الأمر كأنه انتهى. لكن احنا شفنا مقاومة الشعب السوري ومقاومة الشعب اليمني ومقاومة الشعب المصري، وكل كل هذه المقاومة بدأت ترجح الكفة في اتجاه جديد. ثم جاءت التحركات في السودان وفي في الجزائر لتثبت انه نظريتنا اللي منذ البداية انا والاخت توكل والاخ ايمن نور كنا نقول انه الموجة الثانية ستأتي قريبا، وهذه الموجة الثانية اتت قريبا. اذا نحن بحاجة اليوم لمن يؤمنون بهذا الربيع العربي، موجته الاولى وموجة الثانية، ان نجلس معا لنقيم، لنتبادل الأفكار، نتبادل كذا، ثم لنستعد لمواكبة هذا التيار الجديد الذي أعتقد أنه سيكون زاحفا وسيعيد مرة أخرى طلبات الشعب العربي، الشعوب العربية إلى الواجهة، وإن شاء الله ستنتهي هذه المآسي وتنتهي هذه الحروب في أقرب وقت. نعم. إذن دكتور، من أمة رعايا إلى أمة مواطنين، مؤتمر يناقش رؤية جديدة لعرب المستقبل، هناك من يرى أنكم حالمون بعض الشيء، كيف تقول؟ بالعكس، نحن لسنا، أولا قضية الحلم ضرورية، كل الشعوب لابد أن تحلم بشيء، لابد يكون عندها حلم كبير. إحنا الآن حلمنا يتمحور حول شيئين، شعب المواطنين واتحاد الشعوب العربية الحرة. شعب المواطنين، أنت في كامل هذه الدول طيلة 50 سنة، الإنسان كان رعية، عنده راعي اللي هو أنتو كان اسمه كذا وإحنا كان عنده اسمه كذا إلى آخره، لكن مفهومه هو الراعي وعنده الرعية، الرعية التي لها كل الواجبات وليس لها أي من الحقوق. فالأمور تطورت في 50 سنة الأخيرة، أصبح هذا النظام غير مقبول، هذه قصة الراعي والرعية انتهت. بين قوسين هذه صورة من الحضارة الزراعية اللي هي نفسها بصدد الاختفاء. احنا الآن نمر من الحضارة الزراعية إلى الحضارة الصناعية إلى حضارة ما بعد المعلومات إلى آخره. إذن اليوم في كل بلدان الدنيا وخاصة في بلداننا هناك إرادة من كافة الناس أن يكونوا طرفا في القرار، أن يختاروا من يريدون، أن لا يتركوا أموالهم تسرق إلى آخره، وهذا هو الوعي المواطني، وهذه المواطنية تتحرك داخل كل الشعوب العربية بكيفية. ثم لما تواجه بالنظام القمعي فهنا تنفجر في ثورة، وعندما لا تواجه، عندما يكون للحكام الذكاء الكافي لكي يمشوا في خط التاريخ، آنذاك تصير إصلاحات من دون ثورة. لكن لحد الآن وجهنا نحن المواطنون بهذه المنظومة التي هي ما زالت منظومة قديمة، منظومة الرعاية،
ومعركة مخسورة مسبقا بالنسبة لهم، لأنه الآن طلب الشعوب، كل شعوب في الكرامة، في الحرية، في المشاركة إلى آخره، لا يمكن لأي نظام أن يقف ضده. عندما نحقق يعني الدولة الديمقراطية والشعب الحر في كل وطن، في كل يعني بلد، آنذاك سنستطيع أن نبني اتحادا عربيا مثل الذي بني في أوروبا، وآنذاك سيمكن للعرب أن يكون لهم فضاء واسع للتحرك وللتقدم إلى آخره. لأن الدكتاتوريات، أنا دائما أورد، الدكتاتوريات لا تبني اتحاد أو تبني اتحادات هشة. نعم. أيضا يعني وأنت تتحدث، عفوا المقطع، تتحدث عن الاتحاد العربي، هناك أيضا دول من العرب فقدت مفهوم الدولة، فكيف يمكن أن نتحدث بالضبط. عن لكن لماذا فهمت مفهوم الدولة؟ لأنه الشعب الذي كانت تحكمه كانت تحكمه بالقوة، بالعنف، كانت تنكر تعدديته، كانت تنكر ثقافته إلى آخره. فمثل هذه الدولة لا تستطيع أن تعيش. اليوم أي دولة عربية حتى تتماسك لابد أن تعترف داخلها بالتعددية، لابد أن تدار بصفة ديمقراطية. أنا ذاك يمكن لهذه الدولة أن تكون فعلا دولة الجميع، لأن الناس بحاجة إلى دولة، لكن دولة تخدمهم ليس دولة تقمعهم. وعندما تكون هذه الدولة يعني دولة مواطنين، فإنها بطبيعة الحال تبحث عن كل الظروف لتحسين عيش المواطنين، وبالتالي الحدود اليوم أصبحت عائق للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، لهذا رفعوها في أوروبا. أوروبا 27 دولة تتكلم 27 لغة، تدينوا بمختلف الأديان، فيهم مسلمين، فيهم كاثوليك، فيهم، ومع هذا استطاعوا أن يبنوا اتحادا أوروبيا اللي هو يعني الفضاء الاقتصادي لخمسة 500 مليون أوروبي، وهذا يعطيهم السلام ويعطيهم التطور الاقتصادي. نحن العرب بحاجة إلى بناء مثل هذا الشيء، لكن هذا لا يمكن أن يبنى بالديكتاتوريات. كل ديكتاتور يريد نفسه المتنفذ في مزرعته، ويرفض أي أن يعطي أي سلطة، أن يترك أي سلطة مثلا لمنظومة فوق سلطته، بالتالي الدكتاتوريات لا تتحد. أوروبا ما كانت تتحد لو بقي فيها النظام الألماني والنازي والفاشي إلى آخره. أوروبا لم تتحد إلا بعد انهيار الدكتاتوريات. نحن أيضا عندما تنهار كل الدكتاتوريات وتصبح كل دولنا دول ديمقراطية، آنذاك سنستطيع بناء الاتحاد العربي كما بني نعم في أوروبا. لكن أيضا هناك من يتحدث كيف يمكن بناء مواطنة حقيقية في ظل دول يعني تعيش تحت مفهوم التطبيع أيضا مع العدو، وتجد أنه أقرب إليها من الأخ، ووجدنا توافقا وتقاربا للأسف مع هذا العدو أكثر يعني من الدول العربية ذاتها. كيف يمكن الحديث عن هذه المواطنة في ظل هذه الدول؟ مرة أخرى بخصوص المواطنة داخل أي يعني دم، غدا اليمن المحرر إن شاء الله من التدخل الأجنبي من كذا، هذا اليمن المحرر تكون فيه يقبل بتعدديته، لأنه كل البلدان فيها تعددية ثقافية، فيها تعددية عرقية، فيها تعددية سياسية، يقبل بهذه التعددية وينظم هذه التعددية ويعطي لكل المواطنين نفس الحقوق ونفس الواجبات. آنذاك سيكون هناك شعور كبير بالمواطنية، وآنذاك المواطن نفسه سيصبح حامي الدولة، لأنه يعرف هذه الدولة تخدمه ولا تستخدمه. يعني هذا مفهوم المواطنية في قضية. لكن لما تشوف مثلا الشيء اللي يقع في إسرائيل، ترى أنه رفض التعددية، أنه هذه دولة تعتبر أنه هذم الفلسطينيين يعني شعب من درجة ثانية، لا تعطيهم نفس الحقوق، وبالتالي فهؤلاء الناس بطبيعة الحال لا يستطيعون إلا النضال من أجل حقوقهم، وهذا شيء طبيعي. نعم. إذن في هذه اللحظات العصيبة دكتور، على ماذا تراهنون؟ ما هو مصدر قوتكم؟ نحن نراهن على يعني عندما أقول الشعوب ربما تقول لي هذا كلام فضفاض، أنا أراهن بالأساس على الأجيال الجديدة، لأنه ما لم يفهمه الحكام العرب حتى ولو يكونوا شبانا مثلا، يكون شاب لكن لم يفهم ماذا؟ لم يفهم أنه التقنيات التي يحكم بها الاستبداد هي تقنيات الآباء والأجداد عندما كانوا أمام أجيال جاهلة، أمام أجيال متخلفة، أمام أجيال ممنوعة من الإعلام، يسيطر عليهم إعلام واحد. اليوم إحنا عندنا أجيال جديدة مختلفة تماماً على الأجيال التي عاشت في جيلنا، مختلفة تماماً. جيلك أنت يعني هو طول الوقت على الفيسبوك، طول الوقت على الإنترنت، المعلومة تأتيه من كل حدب وصوب، هو يتحدث بكل حرية على هذا الفضاء إلى آخره. يعني هذه أجيال جديدة متعلمة، غارقة في المعلومات، تعرف ما هو الوضع الطبيعي إن صح التعبير في أمكنة العالم، بالتالي لا يمكن أن تقبل أن تساس كما كانوا يساس الأباء والأجداد، الفلاحين، الفقراء، المساكين. يعني تغيرت الوضعية، وبالتالي أنا أراهن قوة الدفع هي من هذه الأجيال الجديدة المتشبعة بقيم وبأفكار مختلفة تماما، وتجد أمامها يعني مجموعة متخلفة تاريخياً
ما زالت تعتقد أنه بإمكانها التسيد على الشعوب بالتقنيات القديمة اللي هي الإعلام، بينما الإعلام الآن أصبح تعددي اللي هو العنف، بينما العنف اليوم يشار إليه بالبنان مش قبل، يعني أي مصيبة تأتي كل الأعين، بحيث لم يعد من الممكن يعني سياسة الشعوب الجديدة بالتقنيات القديمة. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق اللي يخليني أنا مؤمن أشد الإيمان أنا مسألة وقت قبل أن هذا الماء المتدفق يعني يدمر هذا السد الذي سيسقط بطبيعته. إذن ماذا عن النخب المثقفة، أين موقعهم؟ المثقف شوف، هي من قديم الزمان عندك مثقف السلطة ومثقف المعارضة. مثقف السلطة أو شيوخ السلاطين موجودين، يعني تجدهم في كل مكان. هم عبارة على مرتزقة الفكر، يعني سيدافعون عن أولياء الأمر بطبيعة الحال. لكن المثقف العضوي هو الذي أولا يعي بهذه التغييرات الموجودة داخل المجتمع، هو الذي يعبر عنها، ثم هو الذي يؤطر جملة من الأفكار التي يمكن لأصحاب القرار أن ينفذوها. يعني هذا هو دور المفكر العضوي، دور المفكر الذي يتابع. وهناك يعني ما نسميهم أنا مثقفين الجالسين على الربوة، هذو الناس يعني يقول لك بالنسبة لهم هم يعني عندما تجلس على الربوة فإنك عادة لأنك خايف من الزحمة، خايف من المعركة، فهؤلاء لا يحسب لهم حساب، لا يلعبون دورا. أما المثقف الحقيقي كما أعتبره هو الذي يلتقط همس التاريخ، يلتقط لحظة الوعي، يبلور هذا الوعي، يرفع هذا الوعي ويشيع هذا الوعي، وبالتالي هو يسرع في يعني في نسق العملية التاريخية التي تحمل الشعب من العبودية إلى وضع الرعاية، ومن وضع الرعاية إلى وضع المواطنين. نعم، إذن الإرادة الشعبية أيضا مهمة دكتور، وأنت تحدث خاصة للجيل الجديد، ولكنها أيضا تحتاج إلى جامع. ألا تعتقد أن اللحظة اليوم بحاجة إلى تكتل تاريخي للمعارضة أولا على المستوى الوطني؟ إلى تكتل تاريخي يعني لمعارضة كل ما يحدث طبعاً ولم كل هذه الإرادة الشعبية بشكل طبعا كامل. لكن السياسة هي السياسة، يعني لا نختل، السياسة مبنية على هي سياسة شكل من يعني تعكس الحياة فيها قوة، فيها قوة يعني المنافسة والتعاضد، يعني وفي الحقل السياسي نفس الشيء، يعني تجد منافسة بين أطراف سياسية مختلفة وتجد التعاضد بينها عندما يأتي الأمر لمحاربة عدو واحد. للأسف الشديد أحيانا تغلب روح المنافسة على روح التعاضد، لكن بتجربتي أنا لما تجي المفاصل التاريخية الكبرى فإنك عندك التيارات السياسية الحقيقية تلتم مع بعضها، والدليل على ذلك أنه رغم اختلاف الناس كلها التفت ضد حكم دكتاتوركم علي صالح، وبالتالي ونحن أيضا نفس الشيء رغم الاختلافات في وقت من الأوقات تجمعت المعارضات لمواجهة الدكتاتورية، وهذا سيقع. نعم، إذن من خلال قراءة السياق التاريخي للثورات دكتور، أين تقف ثورات الربيع العربي الآن؟ هي ثورات يعني عادية إن صح التعبير، يعني التاريخ الإنسانية كله للأسف الشديد صراع بين أغلبية مقموعة وأقلية يعني تريد الاستئثار بالثروة والاعتبار والسلطة، يعني التاريخ كله مليان بهذه الثورات. طبيعة البشر، طبيعة التاريخ، طبيعة الحضارة لا أدري، طبيعة البيولوجيا تجعل أنه هذا هو تاريخنا. والثورات العربية في هذا النسق يعني هي بصدد تكسير يعني كسر ذلك الحاجز لهذه النخب الفاسدة، توسع رقعة المواطنين، توسع رقعة المواطنة. هذا حدث في الغرب، نحن نتبع تقريبا هذا الطريق، ممكن أنه يكون طريقنا أبطأ أكثر بطء لكن ماشيين فيه يعني. ولهذا مرة أخرى بالنسبة لي الربيع العربي كان الموجة الأولى من ثورات الشعوب، اللي الآن فيه الموجة الثانية اللي السودان والجزائر، غدا لا تعرف هذه الموجة ستكون السعودية أو ستكون من مش عارف إيش، لكن من المؤكد أنه ولا شعب عربي سيقبل أن يكون شعب رعاية، هذا أعتقد أنه خلاص انتهى. الآن الصراع هو متى وكيف سنكون شعب مواطنين. نعم، كيف تفسر استرخاص الدماء من قبل الثورات المضادة وكأنها عقاب جماعي لما حدث؟ طبعا الثورات المضادة أصيبت بالدهشة وأصيبت بالرعب، و يعني لم تفهم ماذا يقع، لأنه يعني سممت نفسها بالأفكار التي كانت تحاول إشاعتها أنه كل شيء لباس وأمه كذا، ولم تفهم هذا الزحف، ولم تفهم هذا التغير في الأجيال والتغير في العقليات. الآن أصابها رعب وارتباك فقررت معاقبة هذه الشعوب،
وأعتقد الفظاعة التي جربت في سوريا والتي جربت في اليمن هي رسالة لهذه الشعوب، انظروا ماذا سيقع لكم إذا تمردتم. وهناك ناس كثيرين يقول لك والله كنا أحسن. أي طيب كنت أحسن، لكن الناس خرجت للشارع يعني هيك لأنه مجرد أنا تكلمت في التلفزيون خرجت للشارع لأنه الوضع كان لا يحتمل، عرض صدرها للرصاص لأنه يعني الدكتاتورية هي اللي تتحمل مسؤولية خروج الناس إلى الشارع. نعم، الناس لم يعني تخرج. مع كل هذا التخويف هناك دول ما زالت تنتفض، الجزائر، السودان، هناك من يحذرها يقول كنتم في سلام لا توصلوا إلى ما وصل إليه، ومع ذلك ما مشتش. نعم. أنا سمعت الخطاب بتاع هذا ويحيى، هذا رئيس الوزراء السابق الذي قال فيه كلاما كثيرا أنا شخصيا وكان ضد الثورة التونسية إلى آخره، فحاول يجرب مع الشعب الجزائري هذا الخطاب فقال لهم الثورة السورية بدأت بالورود وانتهت بالدم، وردوا بالكم شوفوا سوريا، فسخروا منه ولم يسمعوه وخرجت الثورة متواصلة. وأنا أحيي الثورة الجزائرية يعني سلميتها حضارتها، أنا فخور جدا لما أرى أن الجزائريين يخرجوا في مظاهرة ضخمة ثم ينظفون الشوارع، هذه حتى في البلدان الغربية المتحضرة لا تقع. أنت شوفي مثلا كيف ستقع اليوم يعني مظاهرات في فرنسا، أو يعني هذا الشعب لم يدمر لم كذا وينظف الشوارع بما. نعم. وهذه رسالة أنه من تفكرون كيف، من تظنون أن إحنا شعب متحضر وإحنا شعب مواطنين، هذه رسالة لهؤلاء الناس الذين لم يفهموا لا قدرهم ولا يفهموا التاريخ. نعم. إذن بعد مرور 8 سنوات من موجة الربيع الأولى في مصر وتونس واليمن والليبيا، هناك من يقول أيضا أن السلطات التي أتت لم تستطع تلبية استحقاق الثورات. من يستطيع تلبية استحقاق الثورة في عام في مصر؟ مرسي بقي سنة. نعم. أنا بقيت 3 سنوات، يعني أنت عندك كارثة كبرى اللي هي انهيار التعليم، انهيار الصحة، انهيار كذا، مئات الألاف من بطلين يعني مش عامل، وعندك تواجه الثورة المضادة وتواجه كذا، يعني من يستطيع أن يحقق كل شيء؟ لكن رغم كل شيء إحنا في تونس حققنا. نعم، جزء تونس كبير من جزء كبير يعني البلد الذي نضجت به ملامح. نعم. الربيع العربي، يعني برأيك أين هو الآن من طريق الديمقراطية؟ في تونس إحنا الآن مررنا إن صح التعبير من استبداد فاسد إلى ديمقراطية فاسدة. الآن المعركة هي المرور من الديمقراطية الفاسدة إلى الديمقراطية الحقيقية، يعني الديمقراطية الفاسدة دخلها كثير من الإعلام الفاسد، أصبحت فيها شركات سياسية فاسدة إلى آخره، صار فيه يعني الموتى صوتت، صار فيه كثير من الإخلالات. لكن نفس الشيء يعني أي شعب يمر من استبداد فاسد إلى ديمقراطية مكتملة الشروط لابد أنك تمر بمرحلة فيها تخبط فيها فوضى إلى آخره. إحنا الآن ماشيين في تحسين مردود أو صورة الديمقراطية، عندنا انتخابات جاية في 2019، الناس كلها مستعد لها، شعب مواطنين في تونس مستعد لمحاربة التزوير، مستعد لمحاربة يعني لعدم الإنصات إلى الإعلام الفاسد، في تطور تجربة، وهذا هو الشيء اللي نتمناه. أوروبا بقيت قرنين قبل أن تكون لها ديمقراطية مكتملة، ومع هذا تجد فيها يعني شوفي أمريكا هي نفسها فيها الكثير من الفساد في الديمقراطية. إذن أنا متفائل رغم كل شيء، يعني هذا توجه تاريخي لن يوقفه أحد. نعم. إذن تحدثتم عن رؤية جديدة بين الشعوب بعيدا عن الحكومات، كيف يمكن أن تكون تلك الرؤية موجودة مع القبضة الأمنية التي تمارسها هذه الحكومات على شعوبها والتضييق الأمني الحاصل عليها؟ يا ستي هم عايشين بالقبضة الأمنية منذ 50 سنة. القبضة الأمنية رغم كل شيء انهزمت في تونس، يعني الآن أنا فخور بقول لك أنه أصبح عندنا أمن نسموه الأمن الجمهوري، يعني إحنا استطعنا أن نغرس في أذهان الشرطة أنه أنا الأوان لهذا الجهاز أن يكون في خدمة الشعب وليس في خدمة الأقلية الفاسدة، وهذا أصبح دخل في الثقافة. اليوم جزء كبير من رجال الأمن في تونس يريدون أنفسهم في خدمة الدولة وليس في خدمة عصابات، هذا الوعي أيضا يتشكل في كل مكان. ثم أنك لا تستطيع أن تحكم شعبا فقط بالإعلام الفاسد وبالقمع، يعني 50 سنة الدكتاتوريات جربت ولم تجرب إلا هذين الحالين والنتيجة هي كما ترين. إذن المعركة مخسورة مسبقا، ثم عندما يقرر الشعب الخروج
عندما تنضج الظروف ويخرج الشارع إلى فإنه لا أمن ولا جيش يستطيع أن يقف أمامه. نعم، إذن الثورة المضادة يرى البعض أنها نجحت في إعاقة مشروع التغيير، كيف برأيك يمكن التغلب على كل ما تقوم به هذه الثورات المضادة الرافضة للتغيير والذي بعضها شنت حروبا في سبيل منعه؟ شو احنا في هي الثورة المضادة في لما حال في 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 سوريا حالة حرب يعني أجبرت الناس على حمل السلاح، لكن احنا في تونس يعني خليناها تحكم، يعني رجعت الثورة المضادة الآن وهي التي تحكم، يعني النظام القديم هو الذي يحكم الآن، قلنا خليه يحكم. لكن ليش؟ لأنه عارفين أنه يعني الشعب سيكتشف مدى كذب هذه المنظومة التي ادعت أنها أحسن من الثورة وستستطيع أن تحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. اليوم في تونس عندك انهيار اقتصادي شامل، انتهاء انهيار مجتمعي، انهيار كذا، والشعب شاف الفرق، شاف الفرق أنه حكومة ما بعد الثورة كانت حكومة رصينة ملتزمة حاولت يعني حل المشكلة، لم تستطع حل كل المشاكل لكن على الأقل حافظت على وحدة البلاد، على هيبة الدولة، على كرامة المؤسسة إلى آخره. هذا الأمر الآن الناس تقارن، وبالتالي الثورة المضادة بصدد يعني رجوعها إلى الحكم هو الذي يشكل الخسارة، وأنا بالنسبة لي راهنت على هذا أنه خليهم يحكموا. نعم. سيتضح أنهم وبعد نعم. الانتخابات ربما سنتخلص منهم إن شاء الله نهائيا، ولكن بصفة ديمقراطية يعني، وهذا هو الخيار. وإذا رفضوا تسليم الحكم كذا فأننا سنعود إلى المربع الأول الذي هو مقاومة الاستبداد، وأنا ذاك سيخسرون كل شيء. نعم، ربما تونس دكتور يعني لم تبتلى بمحيط ملكي كما في اليمن الرافض عمليا لفكرة الربيع العربي، ورأينا كيف عمل على إجهاضه منذ بداية الحلم وحتى الآن. أنا أعتقد أنه ما فيش خيار آخر غير مواصلة المقاومة. أنا بطبيعة الحال كرجل سلم وفضل المقاومة المدنية والسلمية، لكن حتى في شرعة حقوق الإنسان عندما تهاجم ببيتك بالسلاح فلك الحق في الدفاع عن نفسك. لكن حقيقة المعركة ستكون صعبة في اليمن أو في سوريا، لأنه العدو مسلح ولا يريد مواجهة سياسية، يريد مواجهة عسكرية، يتصور أنه بالمواجهة العسكرية يستطيع أن يغلب. أنا أشك في هذا. مسألة أيضا مسألة وقت، للأسف الشديد يعني تأهيل وتربية هؤلاء الناس سيتطلب الكثير من الوقت ومن التضحيات. نعم، ربما تحدث الدكتور عن 3 سنوات بعد الثورة وجد يعني يستطيع تونسون المقارنة بها، ولكن للأسف الشديد الشعوب مصابة بحالة فقدان ذاكرة إن صح لي تسميتها. نعم. يعني مثلا نحن أيضا مررنا بعامين على الأقل الدولار كان ثابت اقتصاديا، الرواتب تسلم، مشى اليمنيون بمؤتمر الحوار، ولكن ما حدث بعد ذلك، استطاعت الثورة المضادة أن تعرقل كل ما حدث. الناس ينسون هذه المرحلة، وربما في تونس أيضا ينسون هذه المرحلة ويعيدون الأحداث كلها لثورات الربيع العربي. ما هو تفسيرك لهذا فقدان الذاكرة الذي يصيب الشعوب؟ هي مش فقط قضية ذاكرة، هي قضية أنه خيبة أمل ناتجة عن الأمل المفرطة. إحنا ربما الغلطة التي ارتكبناها أن لما جينا للسلطة لم نقل للناس بكل وضوح إحنا لابد نأخذ وقت، ما عندناش إمكانية أن نحل المشاكل الاقتصادية. لسنا عصاموزة السحرية يعني. إيه، هذا لابد أن تقوله للشعب. وأيضا إحنا لم نقدر أن الثورة المضادة يعني ستكون شرسة إلى بعد الحدود، وربما هذا الدرس الذي يجب أن يأخذه الجزائريون هو أنه نصف ثورة لا تكون ثورة. صحيح. يعني لا تترك لهذا العدو الطبقي كل إمكانيات أنه يعاود يعني ينظم نفسه حتى يهاجمك. لابد أنك تفصل في هذا الموضوع منذ البداية. لكن أنا طبيعة الحال مع الفصل السياسي وليس مع لا محاكم الشعب ولا القتل ولا التعذيب إلى آخره. لكن سياسيا عليك أن تعزل هذا الخصم لأنه لن يتركك تشتغل ولن يفعل ولن يترك أبدا هذه الديمقراطية تعمل. هذا خطأ يعني. هذا خطأ. كانت أحد الأخطاء القاتلة. هذا أخطاء ارتكب. وهذه أعتقد أن الثورة العربية الموجة الثانية هو أنه عندما الثورة تأخذ السلطة لابد أن تأخذ كل مقاليد السلطة، يعني لا تقبل بأنصاف كل مقاليد السلطة، لأنك لا تستطيع أن تبني ثورة بأعداء الثورة أو أن تترك أعداء الثورة يتآمرون عليك وأنت تتفرج. لكن مرة أخرى
وأنا من أنصار العدالة الانتقالية، يجب أن يكون هذا في يعني بصفة قانونية وسلمية، لأننا لسنا بحاجة من العودة مرة أخرى إلى القمع، لأن إذا كانت الثورة دخلت في القمع العنيف فأنها تصبح مثل القطة التي تأكل نفسها، يعني في آخر المطاف العنف يدور على نفسه. لكن تكون حازم في هذه الثورة المضادة منذ البداية، تزيحها وتزيحها وفق القانون. نعم، إذن هل تتوقع دكتور أن يكون هناك تحالفات إقليمية داعمة لثورات الربيع العربي لتغير المشهد، كما هناك أيضا كان هناك تحالفات لثورات مضادة؟ طبعا هو كل يعني الثورات، يعني كل الثورات المضادة التي وقعت سواء في تونس أو في اليمن أو كذا، يعني كان فيها دعم خارجي كبير، دعم عربي وغير عربي كبير، بينما في الواقع احنا ثوراتنا لم تكن بهذا الدعم. يعني انا استطيع ان اقول لك انه في تونس ربما من دعمنا تركيا، اعانتنا على تسليح الجيش، وقطر التي اعانتنا على يعني اقتصاديا، وليس بالصدفه انه اليوم قطر محاصره، وليس بالصدفه انه وقعت محاوله الانقلاب على اردوغان في 2016. يعني القوى التي تآمرت ضدنا هي نفسها القوى التي تآمرت ضد تركيا وضد قطر. فعلا يعني اليوم معاركنا هي معارك دولية إن صح التعبير، لأنه في هناك خوف على هذه المنطقة، لأنه لو تتحرر كل شعوبها، لو تتحد إلى آخره، تتغير موازين القوى العالمية، وهناك الكثير من الأطراف التي تريد للموازين القوى أن تبقى كما هي، في صالح إسرائيل، في صالح الغرب، في صالح كذا، وليس لهم أي مصلحة في أن تنهض كل شعوبنا. لكن هنا أيضا مسألة وقت، لأنه عندما تقرر الشعوب أنها ستنهض فإنها ستنهض. نعم، ماذا عن هذه التحالفات؟ هل يمكن أن تفرضها اللحظة الراهنة بوجود تحالفات إقليمية؟ تتوقع ذلك؟ أنا حسب رأيي التحالفات الإقليمية ما زالت متواصلة، وللأسف الشديد بلداننا أصبحت يعني محل صراع ما بين القوى الإقليمية. اليوم عندما تحللين الحرب في اليمن فهي ليست فقط حرب ثورة مضادة، وإنما هي حرب أيضا إيران السعودية. في سوريا ليست حرب ثورة مضادة، وإنما هي حرب روسيا إيران إلى آخره. يعني الآن ضعف دولنا جعلنا نصبح محل لتنازع القوى الإقليمية وتنازع العظمى، وبالتالي يعني هذا ما سيعقد المشهد السياسي بكيفية رهيبة، وهذا ما يجعل من كثير من دولنا اليوم دول محتلة، يعني محتلة فعلا، دول مستقلة بالاسم لكنها في الواقع دول محتلة، بحيث المعركة ستكون من أجل الثورة، من أجل الديمقراطية، ومن أجل الاستقلال الوطني. يجب استعادة الاستقلال الوطني في سوريا، في اليمن، في 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 في, في كثير من في ليبيا إلى آخره. معارك أصبحت معارك بالغة التعقيد، لأنه المعركة لم تعد بين يعني داخليا سياسيا بين الثورة والثورة المضادة، أصبحت إقليمية وعالمية. نعم، إذن يعني مثلا الوضع في اليمن كما تحدثت، وهناك من يرى دكتور أن أطراف الصراع في اليمن وحتى الأطراف الإقليمية والدولية تريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه. طبعا في هذه البلدة أن تظل على صفيح ساكن، لا يريد أحد الانتصار على أحد. يعني هل هناك بوادر لإنهاء هذا الصراع لو وجدت يعني تحالفات أخرى، لو وجد مسار مختلف لهذا الصراع؟ طبعا نتمنى هذا، لكن أنا أخشى ما أخشى أنه بالعكس. ليش؟ لأنه هذه الحرب اللي سموها بروكسي وور، يعني حرب الوكالة، لا تكلف كثيرا. يعني الدول الإقليمية هذه لو دخلت في حرب مباشرة بينها التكلفة ستكون رهيبة، لكن عندما يتعاركون على أرض مثل اليمن أو مثل سوريا، يعني ينهكون بعضهم البعض، ولكن التكلفة قليلة بالنسبة لهم، التكلفة يدفعها الشعب اليمني والشعب السوري. ولهذا أنا أخشى ما أخشى أنه بالنسبة لهم غير موجعة الحرب في اليمن أو الحرب في سوريا، غير موجعة، غير مكلفة، وهم يخافون أنه لو لم توجد هذه المناطق ليتنفسوا فيها الصعداء صح التعبير، فإنه من الممكن أن يجبروا على مواجهة صدامية تكلفهم الكثير، وبما معناه اللي إحنا ندفع ثمن، يعني ثمن السلم بين الظفرين بين هذه الدول الإقليمية. هذه مسألة سياسية كبرى، جيوستراتيجية كبرى، نفعل فيها ما نستطيع، لكن إذا لم نتغلب على شياطيننا، لم نتحد، لم ننتصر، فسيكون من الصعب أن يكون لنا صوت. هناك أيضا من يرى دكتور يعني أن الوضع في اليمن والصراع الإقليمي والدولي على الساحة أيضا بعد كل هذه الحرب المدمرة لابد أن يحل يمنيا، يعني
هل تتوقع أنه إذا ما عاد اليمنيون إلى أنفسهم أنه يمكن أن تحل؟ كيف تنظر للصراع؟ لو ترك اليمنيون لأنفسهم، لو ترك السوريين لأنفسهم، لو ترك الليبيون لأنفسهم، لما كانت الكارثة كما هي عليه. أنا في 2012 كنت رئيس، اجتمع في تونس أصدقاء سوريا، حذرتهم، قلت في الخطاب الذي لم يعجب الكثيرين: لا تسلحوا المعارضة السورية ولا تتدخلوا في الشأن السوري. فسلحوا المعارضة وتدخلوا في الشأن السوري، وانظري ما سار إليه الوضع. يعني هم الآن للأسف الشديد، يعني بجانب القضية الوطنية، صراع بين الأغلبية والأقلية الفاسدة، بين الديمقراطيين وغير الديمقراطيين آخره، الآن مشاكلنا تعقدت بصراع هؤلاء هذه القوى الإقليمية على أراضينا. نعم. إذا لو عدنا لموضوع المؤتمر اليوم دكتور، أنت تحدثت في خطابك اليوم عن إعلان إسطنبول، ما الذي كنت تحدث؟ إحنا نشتغل على إعلان للأمة، ربما سنعلن عنه غدا في ندوة صحفية، الذي نحن سنتوجه فيه إلى كل العرب، أولا لاستعادة الثقة في أنفسهم، لأن رغم كل شيء أنا دائما أقول أن هذه الآلام هي آلام المخاض، يعني آلام المخاض لشيء جديد إن شاء الله واعد، اللي هو شعوب المواطنين، اللي هو الديمقراطية الرفاه، لأنه كل الشعوب مرت بهذا. أنت لو تقرأي تاريخ أوروبا سترين كم من حروب، لو تقرأي تاريخ الصين سترين تاريخ روسيا، يعني إحنا مآسينا إن صح تعبير، لا أقول جزء بسيط من ما، لكن الشعب الروسي فقد أكثر من 20 مليون في الحرب، الشعب الصيني إلى آخره، يعني كل الشعوب مرت بهذه الكوارث، لأنه التاريخ تاريخ دموي وتاريخ صعب. إذن نحن بصدد إن شاء الله هذه ألام، والله يغفر لنا، والله يخلينا يعني جديرين بدماء الشهداء، على الأقل لا تذهب سدى، إنه إحنا الآن بصدد آلام المخاض. هذا الشعب العربي يجب أن يفهمه، يجب أن يثق في مصيره، أننا شعوب حية نتحرك، أننا شعوب عندنا قيم، عندنا أمال، عندنا أحلام. إذن قضية مغالبة الروح، يعني روح الإحباط أو روح اليأس، عندما نرى هذه الصور الرهيبة، وخاصة هذه البنت اليمنية اللي ماتت جوعا، اللي أنا سكنتني صورتها أشهر وأشهر، يعني إعادة الثقة، إعادة الأمل، ثم القول أنه طريقنا هو هذا، طريقنا هو الخروج من وضعية الرعاية إلى وضعية المواطنين، عبر تكوين نظم ديمقراطية حقيقية، ليست ديمقراطية فاسدة كما هو الحال في كثير من بلداننا. ثم بعدين يعني إحنا شعوب قريبة لبعضها البعض، والدليل على ذلك أنه لما قامت الثورة في تونس بسرعة انتشرت في ليبيا ومصر، مما يدل على أنه هناك لحمة تاريخية ولحمة عاطفية بين شعوبنا، وعلى هذه إن شاء الله نبني فضاء عربيا مشتركا كالذي بنته أوروبا، وهذا الفضاء هو الذي سيعيد للأمة مكانها ومكانتها، ونأمل أن تكون جيلكم أنتم هو الذي يحقق هذا الهدف. سيادة الرئيس، الناس يبحثون عن أمل حقيقي يستندون إليه، ماذا بعد إعلان إسطنبول؟ ما هي الخطوة التالية لهذا المؤتمر؟ بعد إعلان إسطنبول نحن سندخل في، أولا لا تنسي أنه أغلبيتنا ناشطين سياسيين، الأخت توكل ناشطة في اليمن، أنا ما زلت ناشط في تونس، الأخ أيمن نور في مصر، الأخ أحمد طعمة في مصر، يعني إحنا عندنا نشاطاتنا السياسية التي سندفع بهذه الأفكار في بلداننا، وسنعمل يعني على تغذيتها باكتساب قبول الجيل الجديد لهذه الأفكار، وشيئا فشيئا يعني هو التاريخ يمشي هكذا، يعني تزرع أفكار، تزرع أحلام، تزرع قيم، ثم تنبت، يعني تأخذ وقت. زمن الشعوب ليس زمن الأفراد، يعني بالنسبة لي 10 سنوات مصيبة، لكن بالنسبة للشعوب ولا شيء، يعني المهم هو أنك تزرع الأفكار، تحط الخارطة الطريق، تقنع الناس بأنه هذا هو الطريق الصحيح، ثم بعد تجي أجيال وتطبق هذا. يعني إذن دكتور محمد المنصف المرزوقي، الرئيس السابق للجمهورية التونسية ورئيس المجلس العربي، شكرا جزيلا لك. هذه الحلقة من المساء اليمني، أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه. شكرا جزيلا.